الحمد لله طبعا على المكسب. الواحد من بعد ما بطل يعني اول مره عشت الاجواء دي تعرف، ولما انا كنت حتى بلعب وانا صغير مع الولاد كان من زمن، الاحساس مختلف تماما وانا بلعب غير وانا مسؤول. فبشكر الولاد النهارده، وبشكر طبعا قبل كل شيء المسؤولين على البطوله. بطوله هايله، بطوله فيها تنظيم على اعلى مستوى بصراحه، وانديه كبيره جدا ليها اساميها. يمكن النهارده كان من البدايه واحنا بنتكلم على الولاد ان احنا النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، دايما بيلعب على المركز الاول، لكن ما كانش فيه توفيق للماتش اللي فات. كنا المفروض نلعب فاينل النهارده، ولكن لعبنا طبعا ثالث ورابع، وانت عارف النادي الاهلي اي ماتش لازم يكسبه، خصوصا النهارده ماتش نادي الزمالك ليه حساسيه مختلفه، ليه حسابات مختلفه. فالولاد النهارده كنت قايل لهم امبارح لازم نفنش كويس، سواء سلوكيا او فنيا، لان النادي الاهلي طبعا معروف بسلوكياته، الولاد لازم وتنظيمه، لان كل حاجه محسوبه على اي لاعب وعلى اي مسؤول في النادي الاهلي. فالحمد لله بشكرهم. النهارده مكسب غالي بلعب نادي الزمالك، اجواء كويسه جدا، مكسب حلو، نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه، ولكن عايز اقول زي ما انت قلت في الاول، احنا لاعبين بالاكاديميات، ودي يمكن في ناس كتير ما تعرفش الموضوع دوت، مطعمين بس باتنين ثلاثه من القطاع. اما نادي الزمالك بيلعب فول تيم بالقطاع كله، ونادي المقاولين ونادي زاد، كل الانديه بتلعب بالقطاع، لكن احنا الوضع مختلف، احنا بنلعب بالاكاديميات سنه 2009 و2010، ومطعمين ببعض اللعيبه، ولكن الحمد لله يعني بقول لهم يعني بشكرهم جدا جدا، بشكر الجهاز الفني، وقبل كل شيء بشكر طبعا الكابتن فتحي مبروك وكابتن خالد بيبو، سمحوا لنا ان احنا نلعب ندخل بالاكاديميه، ودي ما حصلتش قبل كده. فبشكرهم، وان شاء الله مزيد من البطولات، وان شاء الله البطولات المهمه اللي زي دي مهمه جدا تواجد النادي الاهلي، وعشان يبقى موجود النادي الاهلي في تنظيم كويس، وده اللي انا شايفه بصراحه من البدايه خالص. فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وبطوله هايله، ومبروك للولاد، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ليهم. كابتن خالد بيبو رشحنا لفريق 2009 نمسكه في الدورة ديت، وجابوا لنا الولاد بتوع المنتخبات الأكاديميات، بصينا على الولاد ولقينا منهم أفضل العناصر، وجابوا لنا خمس ولاد من القطاع واشتغلنا عليهم، وبفضل من ربنا بدأنا ندي الولاد التعليمات، والحمد لله دخلنا البطولة وإحنا مركزين إن إحنا نعمل حاجة، والحمد لله ربنا كرمنا واشتغلنا وتعبنا والولاد تعبت معانا، وقدرنا نركز في الماتشات ونكسب سيراميكا فرقه قطاع، نكسب انتاج فرقه قطاع، كل الفرق قطاعات، احنا اكاديميه، ودي حاجه كويسه قوي تحسب للنادي الاهلي وللكابتن خالد بيبو وللكابتن امير والكابتن محمد فاروق. فدي حاجه الحمد لله انجاز للنادي الاهلي. الحمد لله احنا قدرنا نعمل التجانس بين الولاد، وقدرنا نفهم الولاد ان احنا بنلعب تحت سقف النادي الاهلي، شعارنا كلنا واحد النادي الاهلي، وبدام لبسنا كلنا لبس النادي الاهلي، فلازم نبقى كلنا واحد، وقدرنا نشتغل على الولاد. فالحمد لله الولاد بتقدر تشتغل معانا وتقدر تفكر، والحمد لله قدرنا نوصل لاحسن توليفه، وربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله بطوله قويه قوي، بطوله منظمه على اعلى مستوى، دي حاجه محترمه جدا، واحد ومبسوط بها جدا، ان اولادنا ولاد الاكاديميه ان هم يشاركوا مع معظم الفرق، سواء فرق قطاع او فرق سوبر، وظهروا بالشكل الكويس ده، والنتائج المحترمه اللي اديناها خلال فتره البطوله دي كلها. حاجه محترمه جدا بطوله الصيد عامه، والسنه دي بطوله الصيد مع زد دلوقتي حاجه محترمه جدا، الفرق كلها بتبقى داخله مركزه كانها بطوله، برغم ان هي بطوله وديه بتبقى بطوله بطابع رسمي شويه. الاحتكاك قوي قوي بالنسبه للولاد، ظهر مواهب كتير قوي خلال الفرق كلها اللي كانت موجوده، فالحمد لله دي حاجه احتكاك كويس قوي للاكاديميه، وبنشكر بيها كابتن خالد بيبو وكابتن فتحي مبروك وكابتن جمال السيد، سواء كان دعم بعض الاولاد الصغيرين مع الاولاد الاكاديميه. الحمد لله معظم الاولاد كلها شاركوا في البطوله، وده كان الهدف الاساسي ان احنا بالنسبه لنا ان الاولاد تشارك في بطوله زي كده، وان شاء الله يكونوا نواه باذن الله للنادي الاهلي، سواء القطاع او الفريق الاول ان شاء الله. حبيبي الحمد لله كانت بطوله صعبه جدا، ماشي بطوله الصيد وهو ماشي صعب جدا، ماتش اصلا ماشي هو كله بطوله، ماشي هو ماتش الزمالك طبعا من ماتشات ماشي تبقى بطوله، ماشي هو جوه النادي، ماشي هو يوسف طبعا من الاجوان ماشي محترمه جدا، ماشي من الاجوان ماشي هو احسن جون في البطوله، من الاجوان كويسه جدا، وهو نتمنى له بامانه قدام هيبقى ماشي هو جون الدرجه الاولى.